عندي شاورما الدجاج مع البطاطس، صدور دجاج وزيت زيتون وعصير ليمون وثوم مفروم، بصل جوليان، اوريجانو، بابريكا، كركم، بودرة ثوم، قرنفل مطحون، كمون، براون شوجر سكر بني، وعندي ملح وفلفل وبطاطس محمرة. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده زيت الزيتون، وادي البصل الجوليان، وادي الجارليك اللي مش جوليان. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نقلب. استاذ شريف، ممكن تكلمني عن نفسك شويه يا سمح؟ شويه بابريكا. انا هشتكيك لكل واحد يكلمني، عشان تاني مره بتخشش تخبط فيا. شويه بهارات حلوين اهم، وادي شويه زعتر، كل ما تكلمه يقول لك انا صرف عليك ومكلف كده. هفضل كده اشتكي منه لغايه ما حد ياخد لي حقي. نعم ابو طلال. طيب اهو جاي في السكه. لا هقول له، انت عارف انا ما اسكتش، وهو اخويا هيقابلني بالليل. نعم يلا. صلى على الحبيب. قوم بقى. ايه سام؟ ايه؟ ايوه زي ما انت قلت كده، سام هوت ووتر، واديها كمان شويه ليمون. وشويه خل. ونصلي على الحبيب. وادي البطاطس اللي حمرناها، وادي الشاورما. متصلي على الحبيب. انتوا فاتحين الباب عليا، ما ترد الدار يا اخي. قوم بقى. ايه نيجي كده.